سمك سمك وسادسا سادسا هو نقول عليه هنا شهر الراحة. على شهر الراحة يعني لازم تتهلي في راسك برك، يعني ما تنساش لي ماسك تاع وجهك. راني عارفة انا وحدة فيهم، كنت نتقال في هادو الشهور بالمرض والخدمة، ما كانش الوقت والعيا. كما قلنا عندك بزاف تحضيرات لازم تقومي بهم وتقعدي تجري، لكن شهر التاسع حاولي ترتاحي فيه، لي ماسك لشعرك لوجهك، حاولي تعملي حمام كل يوم، ماشي الدوش. الدوش نعمله كل يوم، لكن انا نتكلم على الحمام. لازم ديك لافابور تكون في الحمام ديالك، تدخل هكا في البينوار ديالك وهكذا تريحي واحد الساعه ساعه ونص، لان الكوغ ديالك يكون محتاج بزاف بزاف هذيك الفتره هذاك الحمام. سيختو اللي عندهم حمام، حنا في البلاد عندنا حمام عربي في الدار، لكن هنا نو ما كاش حمام عربي. لكن معليش هذا ما يمنعنيش اني نخلي الدوش تاعي حتى يسخن غاية لغاية بديك لافابور عاد باش ندخل ونعمرو وندير داك الصوب ونرتاح يعني جسديا ونفسيا، لان هذا بيسهل لك بزاف بزاف في الولاده ديالك. يعني حتى الطب حاجه الاولى يطلبوها منك هو يقول لك كتري من الحمام، وهذه نعرفوها حنا من زمان في البلاد. يعني لازم تروحي الحمام العربي، يعني الحمام العربي تقريبا كل يوم هكذا باش الكوخ تاعك يريح وتجيك ان شاء الله ولاده سهله ماهله. وهنا نقول لكم صباح النور. بعد ما نض بكري، راكم عارفين الشهر الاخير وخصوصا الايام الاخيره ما كان رقد، نض بكري غسلت وجهي وصليت صلاتي وشهيت موسكوتشو تاع سيترون. قلت علاش لا ما نضش نخدمها، خصوصا انها ما تاخذليش وقت كبير برغم انه عندي الحلويات. شهيتها اليوم وجدتها كما راكم تشوفوا، بعد ما عملت لها كونفيتور من الفوق وزدت عليها نواند وكوكو، خلاص راها جاهزه. من بعد نمشي نوجد القهوه ديالي انا وبنتي. هنا جبت لي ياغورت ناتور، يعني فيه نسبه قليله بزاف تاع السكر، لازم يعني اما نضيف له شويه عسل ولا حاجه. انا ضفت له شويه تاع الفواكه. كل يوم واش نعمل؟ اليوم عملت برك البنان وشويه توت شويه حب ملوك، يعني صاديبون كيفاش كل يوم وكيف كل يوم واش نضيف له. وفي الاخير بيان سو نضيف له شويه العسل، وهذا العسل الحر باش الياغورت ديالي ما يجيش صامت بزاف. وبنتي كالعاده تحبهاش هكذاك، تحب كريم شانتيي بورتو، ماشي صحيه للاطفال، لكن للاسف نضفت لها شويه هكذا باش نزوق لها الكوب ديالها. ومن بعد نمشي نوجد. هنا راني عامله المعجون بينو بارار تاع الكاكاو، الزبده، كريم شيز، ونزيد كذلك التمر اللي ناكد عليه للمراه الحامل. يعني شحال ماكليتي خصوصا الشهر الاخير، كيلو حتى الكيلو في النهار ما كاش بالمشكل، لانه يفيدك ويساعدك ويخفف عليك الاوجاع ويسهل الولاده. هذا معروف معروف معروف، يعني ضروري يوميا تاكلي نسبه يعني لا باس بها من التمر. ودرت شويه جبن. والحين كذلك نمشي نوجد واش مع يعني باش نتقهوى. اكيد لنا نموت على هذا في القهوه الكوكيزون، يعني حطيت لكم الوصفه ديالو في القناه ديالي. الى راكم حابين الوصفه ادخلوا وتشوفوا الفيديو. هذا نحبه لاني نحب القهوه مع الكوكيز، يعني الحلويات الجافه. وزدت لبنتي هكذا كوكيز دو شوكولا او مسكوتشو ديالي. هذا هو كيف جا الشكل الدخلاني ديالو. واكيد الخبز التوست ضروري كي انا كي بنتي الصباح باش نعملوه مع كريم شيز مع المعجون. ونضيف الحليب اللي ناكد عليه للمراه الحامل، لازم تشربي كميه لا باس بها من الحليب. اما بالنسبه لبنتي فانا ما نستعملش ميكرو وايف، على خاطر نشوفه ماشي صحي، يعني نفضل نغلي الحليب على اني نستعمل الميكرو وايف. اما بالنسبه للعصير اليوم عجز، بعض احيانا عمله طبيعي يعني نطحن الفاكهه واليوم الله غالب، لكن هذا كذلك اورغانيك وطبيعي سواء لي او لبنتي. واما الخطا الكبير هو اني ما زلت نشرب قهوه كحله، بالرغم لانها يعني ننصحكم انكم ما تشربوهاش لانها ماشي صحيه خصوصا للمراه الحامل، لكن للاسف ضروري نشرب كاس زوج صباح هكذا باش نقعد راسي. بنتي خلاص هنا الحليب ديالها بعد ما سخن عملت لها الشوكولا وراه جاهز.
الطاولة ديالكم راكم تشوفوا فيها، هذه هي وجدتها. والحين انا وبنتي نمشيو نتقهوى، وانا الصراحة ناخذ وقت كبير كبير في القهوة تاع الصباح. من زمان اللي كنت نقرا نخدم دائما نوض بكري، لانه في طبيعة ناخذ وقتي الكامل في القهوة. والخطأ الكبير كذلك وراكم بالي كم كيفي، هو انه لازم نكونوا نتقهوى ونجبدوا البورتاب ونفقدوا كل من انستغرام فيسبوك اليوتيوب، وخصوصا خصوصا اليوتيوب ندخل هكذا نشوف لي كومونتير اللي تخليهم لي، واللي صراحة نفرح بهم بزاف بزاف. ومن هذا المنبر نشكركم ونقول لكم ميرسي ميرسي بوكو على هذاك الكلام الطيب اللي تخليه لي، وكما نقولوا افيك بليزير. واللي نرد عليه نرد عليه، وكاين اللي ما ردش عليهم للاسف ما يكونش عندي الوقت، وكاين اللي ما يوصلونيش يعني نشوفهم على الوقت يكون متاخر شويه. بعد ما نتقهوى وناخذ الوقت الكامل كما قلتلكم نمشي نحضر الدوش ديالي. هي من المفروض الحمام العربي، لكن كما راكم عارفين هنا ما كانش الحمام العربي، ماشي كوبا البلاد. نمشي نوجد الحمام، يعني انا ناخذه مره حتى مرتين في اليوم ضروري ضروري هذه القضيه، خصوصا في الايام الاخيره للحم لازم تكثر من الحمام. نستعمل هذه بالمناسبه المود اوي اللي ننصحكم بها بزاف بزاف، تطلعوا بها الجسم ديالكم هكذا باش كما حنا نقول ما يعملكوش هذوك الخطوط. بالنسبه للماسك انا نستعمل هذا الجل نيتوايون رائع جدا، ننصحكم به اسمه لوفيا ناتور. الشامبوان نستعمل تريزيمي في هذه الفتره، يعني هذا خرج عليا ثاني كير بيان. اما بالنسبه للجل دوش ولا لولي دو بو فانا نستعمل هذا تاع هيت راش، واللي ثاني كنصحكم به رائع رائع رائع. اما لشعري بعد ما نتحمم فانا ننصحكم تستعملوا هذا كوكونيت ميلك، اللي واش نقول لكم يعني بعد ما تحموا شعركم يكون عاده مسمخ، يعني قبل ما تنشفيه وضعي كميه من هذا شعرك يعني يولي وكانك يعني عملتي له سيشوار رائع. ننصحكم باش تشريوه حتى هو. هنا خلاص الدوش ديالي راه جاهز، راني مستعمله ميلك بات، والحين نمشي ناخذ وقتي يعني ساعه فيه نريح. اما بالنسبه لشعري نغسله نهار في 3 ايام ماشي كل يوم، على خاطركم عارفين ماشي مليح الشعر تغسليه يوميا، يعني نفضل نهار اكيد نكونوا كملنا كامل المراحل. واش تعملي مثلا؟ اعطيني بنتي ماركور، جيبي هكذا ماركور حاجه اللي تكملي عليها تكروشي عليها بالصفر، مثلا مشتريات الطفل كملت عليهم نعمل الكروشي. الغرفه يعني الناموسيه لابوسات هذيك تاع كلش كلش خصب الطفل نسني عليه. حقيبه المستشفى كملت منها هكذا حتى هي نفوت عليها بالصفر هكذا. يعني هذا الكاني ولا الكراس لازم يكون دائما محطوط قدامك هكذا. خذي يا بنتي ها عبيه، لازم يكون دائما محطوط قدامك هكذا حاجه اللي تكملي منها تكملي منها يعني تفوتي عليها كابل ماركور هكذا باش تتاكدي واش كملتي واش راه باقي لك. والحين وصلنا الى اخر الفيديو، واش نقول لكم يعني السوف ما بقاش كالعاده. نتمنى يعني كل وحده محرومه ومازال ربي ما عطاهاش الدريه صالحه، يعني دعوا معاها ودعوا، يعني ما نعرفهمش لكن حاولوا دعوا. نقول يا ربي انا وحده والله صراحه كل يوم نقولها، خصوصا من نرفد الكرش نقول يا ربي لا تحرم اي امراه من هذه النعمه. نقول لكم ان شاء الله يا ربي اللي راها ما شات ولد ربي تن كذلك يجيب لها ساعه سهله مهله والصحه سواء ليها ولا الطفل ديالها، وتنوض بخير يا ربي. واللي مازال ربي ما عطاهمش نقول لهم ما تفقدوش الامل، الشده في ربي سبحانه، ربي سبحانه انا عارف اسم كاين، وما تفقدوش الامل. ادعوا ادعوا ادعوا، يعني نعرف والله والله نعرفهم يعني مقربين ليا بزاف بزاف. نعرف اللي عندها 15 عام عاد باش ولدت، نعرف واحدة عندها 12 عام عاد باش ربي يفرج عليها، ونعرف وحده عندها واحد 22 عام ولا اكثر ولدت في السن الخمسين. تخيلوا يعني حتى جابت بتختها وكبرتها ولات عزبه عاد باش ربي يفرج عليهم بطفله، يعني درجه اللي ما امنتش حتى مسكينه عينيها يعني كحزت من بلاصتها بديك الخلعه اللي ما امنتش باللي ربي عطاها الدريه في هذاك السن. علاش؟ لان الشده في ربي كل شيء ممكن. قادر الطبيب يقول لك ما تولديش بصح ربي فوق هذاك الشيء، ربي هو اللي يرزق، يعني ما تفقديش الامل. ادعي واللي عند ربي ماشي بعيد.
ودعي ولي دعي ولي في نفس الوقت ربي حتى انا اجيب لي سويعه سهله مهله. ونتمنى نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم اليوم واستفدتوا منه. يعني حاولت نقسم معاكم يعني الشيء اللي مريت به انا، بالرغم اني ما ذكرتش كلش في الفيديو، حاولت نختصر باش الفيديو ما يجيكمش طويل، لكن حاولت كذلك في نفس الوقت نعطيكم اهم المراحل. وسمحوا لي الا حكيت بزاف لاني دوناتور نحكي بزاف هكذا، يعني باش نحب نوصل المعلومه، يعني نحب نوصلها من القلب للقلب هكذا باش تفهموني غاية الغاية. والحين وكل عادة نقول لكم تبقاو على خير، تبقاو على خير، ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. وشنو كذلك بنتي نقول لهم؟ باي باي. باي باي كما قالت لكم بنتي، باي باي.